حاتم حامدي أحد شركائي في مشروع النموذج هو الرابع من نوعه في تونس في مجال رسكلة وتثمين مادة الفيتورة بطريقة بيولوجية. الناس دي عمرت تسمى ماس كبيرة برشا نتاع معاصر وتوفر كميات إنورم نتاع مادة أولية لنا احنا اللي هي الفيتورة. نحيو قلنا ثلاثة حاجات من الفيتورة. أول حاجة نحيو نويو اللي هو قلب الزيتون، نحيوه من الفيتورة بعد وتو نمشوا ونشوفوه. ثاني حاجة نخرجوا زيت الفيتورة، وثالث حاجة تخرج لنا البات من التالي. مشروع انطلق بداية شهر جانفي بمعتمدية أولاد حفوز التابعة لولاية سيدي بوزيد لرسكلة مادة الفيتورة إلى مواد نافعة وبعضها معد للتصدير. مشروع إن شاء الله فيه عملة صعبة وفيه الماتير كله إن شاء الله يمشي التصدير ويدخل شوية عملة صعبة. نعملوا تريتمون تاع الفيتورة اون فينومين ميكانيكا 100%، يعني ما نزيدوا حتى سولفون، ما نزيدوا حتى مواد كيميائية، نخدموا فينومين ميكانيك، نقوموا كما يسموها عملية روباساج واكستراكسيون تاع نويو. يتوفر بولاية سيدي بوزيد عدد كبير من المعاصر وأشجار الزيتون سيساعد على نجاح المشروع الذي انتصب في مناخ ملائم ومدروس. نورمالمون يلزمنا الكمية نتاع سيدي بوزيد اللي هي عندها 142 معصرة في سيدي بوزيد، ينجم هو المعمل هذا ينجم يخدم كامل المعاصر نتاع سيدي بوزيد من غير ما يبقى يتنقل للولايات المجاورة. تشجيعه أنا من رأي أنه المعاصر في سيدي بوزيد كل تلم سلعتها وينجم يعطوه اللي هو فهمتي ولا باش ينجم على الأقل هو يعمل ديماراج نتاعه خير ما تبقى سلعتنا ماشية لمعامل أخرى. يعمل حاتم حامدي وشركائه على تطوير المشروع الذي انتصب بربوع معتمدية أولاد حفوز ليكون نقطة بداية التشجيع على الاستثمار والاستفادة مما يتوفر في ولاية سيدي بوزيد من خصائص ومميزات.